برحب فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج راس براس. بهيدي الحلقة رح نكون عم نتعرف أكثر على مرشحين من دائرة بيروت الأولى. مين هن ضيوف اليوم اللي رح يتواجهوا راس براس؟ خلينا نتعرف عليهم. أنطوان سرياني، محامي، عضو بلدية بيروت حالياً. خلال مسيرتي بالعمل البلدي من 12 سنة من سنة 2004 عانيت كثير من البيروقراطية بالعمل بالوزارات وبالإدارات. هذا الشيء اللي خلى أنه كثير من المشاريع الإنمائية بالبلدية ما توصل للنتيجة المرجوة. لهالسبب قررت اترشح على النيابة، لأنه دور النايب بالإضافة إنه هو يدافع عن حقوق ناخبيه المشروعة، دوره كمان أنه يسن قوانين. لهالسبب قررت اترشح عن مقعد ما يسمى بالأقليات ببيروت الأولى على لائحة السيادة، حتى أقدر إذا وصلنا بالتعاون مع أشخاص عندهم نفس التطلعات إنه نسن قوانين ونقدم مشاريع قوانين ونوصل للأهداف المرجوة. بدي رحب فيك إذن أنطوان سرياني، المرشح عن مقعد الأقليات بلائحة لبنان السيادة. هلا وسهلا فيك ببرنامج راس براس. أنا وأنت خلينا نتعرف على ضيفي الثاني اللي رح يتواجه راس براس مع المرشح أنطوان سرياني. أنا زيادة بشاكر، مهندس بيئي ومهندس صناعي، مرشح على المقعد الماروني بدائرة بيروت الأولى ببيروت. أنا قررت أترشح لنرجع نحيي الحياة البرلمانية، لأنه مجلس النواب اللبناني اللي هو لازم يكون مرآة للمجتمع اللبناني بطل يشبهنا. له 30 سنة هيدا المجلس ما بيعمل شيء، صار لازم أنه نرجع نسترجعه ونخليه يشبه الناس يلي هدي يفوتوا هالنواب على هذا المجلس. كان بعد معك 23 ثانية المرشح زياد أبي شاكر، المرشح عن المقعد الماروني على لائحة الوطني بدائرة بيروت الأولى. رح رحب فيكم من جديد أنطوان سرياني، أهلا وسهلا فيك، وأيضا المرشح زياد أبي شاكر. يعني كنت عم تتحدث أستاذ زياد عن إحياء الحياة البرلمانية واسترجاع المجلس اللي بيشبهنا. أي مجلس اليوم بيشبه زياد أبو شاكر ولا لائحة لوطني؟ المجلس اليوم ما بيشبه لا زياد أبو شاكر ولا لائحة لوطني. أي نحن مجلس؟ نحن عم نسعى لمجلس يكون الكل ممثلين فيه، ما يكون بس هو محاصصة بين زعماء طوايف جابوا ناس يرفعوا إيدهم وقت يقولوا لهم ويوطوها وقت يطلبوا منه. هيدا المجلس لازم يشبهنا كلنا، ألا تعتقد يشبه إليك ويشبهه إله. ألا تعتقد أنه هذه الانتخابات رح ترجع تفرز تقريبا نفس الوجوه وترجع يرجعوا نفس الأشخاص تقريبا إلى البرلمان؟ نتأمل أنه لا، لأنه إذا هيدا الشيء صار البلد رايح لمحل مش كتير حلو. متفائل أستاذ أنطوان بهذا الاستحقاق الانتخابي وبنتائجه؟ مش حأحكي عن الترشح والمرشحين، ماذا عن النتائج؟ برأيك اليوم رح يكون عندنا مجلس جديد نيابي بكل ما للكلمة من معنى؟ هلا بمجرد أنه تصير الانتخابات النيابية هيدا شغلة نتفائل فيها أنه تصير، وأكيد ما نسمع بدها تأجيل. هل لديك تخوف أنه يصير في تطيير للاستحقاق الانتخابي؟ كل شيء بهالبلد وارد عندنا نحن نتيجة اللي عشناه من زمان وجاي، بس برأيي لا، المفروض إن شاء الله نقدر نوصل ويصير هالاستحقاق الانتخابي. مين بده يطير الانتخابات برأيك؟ بده يطير أكيد كل واحد له مصلحة، كل شخص رح يلاقي إنه في خطر إنه ما يرجع، كل كتلة نيابية في خطر إنه ما ترجع بنفس العدد. كلهم عليهم خطر. ما بعرف إذا بتوافقني، كل الكتل عندها خطر اليوم إنها ترجع عزيز. بالعدد اللي كانت فيه. بس بدك تشوفي مين بيقدر بإيده إنه يطير أو ما يطير، هذه شغلة ما بنقدر نعرفها. نعم، رح نتابع ببرنامجنا ورح ننتقل للفقرة الأولى مع المرشح زياد أبي شاكر والمرشح أنطوان سرياني، وخلينا نبدأ مع فقرة كيف. بفقرة كيف رح يخبرونا ضيوفي عن طريقة تطبيق وتنفيذ للبرنامج الانتخابي اللي ترشحوا على أساسه. اليوم الأشرفية رميل والصيفي بيعانوا من تداعيات انفجار مرفأ بيروت، هل برأيكم اليوم كمرشحين عن دائرة بيروت الأولى هيدا الموضوع رح يكون من همكم الأول من ضمن البرنامج الانتخابي، وكيف رح تقدروا تطبقوا هيدا الشيء؟
نحن الصراحة عم نشتغل على اقتراح قانون استقلالية القضاء يلي هو موجود هلا بمجلس النواب، ويلي كل الكتل الحزبية موجودة بلجنة الإدارة والعدل، ويلي هي عم تجرب تجوفه لهذا القانون وتجرب تخفف من تحقيقه أو من إقراره كما هو. هذا القانون إذا صار تحقيق انفجار مرفأ بيروت يستكمل، والقاضي بيطار ينعطى كل المجال أنه يستكمل تحقيقه ويطلع بقرار الظني. طالما بعد في طريقة أنه نقدر نقوس عليه للقاضي شوية بدعاوى ما إلها طعمة، من وقفه من كفله إيده، كل هالألعيب الرخيصة. برأيك هذا الابتزاز اللي عم تحكي عنه أنت، برأيك ما بيكفي؟ يعني لو تقدمتوا بالمشروع اللي عم تحكوا عنه؟ لا، هيدا لما بيصير عندك قضاء مستقل، القضاة ما بقى يقبلوا تليفونات. يعني ما بقى حدا بيقدر يشيل قاضي من ملف هو عم بيعالجه، ما بقى يقدر يبتزه، ولا يهدد قاضي انه اكيد. وكل هالألعيب اللي بيعملوها هلا، كل شوي بنطلب كف اليد. ما تنسي صاروا مقدمين 11 دعوة كف يد للقاضي بيطار، بس الاثنين يعني زعيتر وما ينطبق في ملف المرفأ، هل ينطبق على ما تقوم به القاضية غادة عون؟ هل ينطبق؟ ينطبق على جميع القضاة. يعني ما تقوم به القاضية غادة عون، أنت مع هيدا الشيء اللي عم تعمله؟ أكيد. يعني هي من القضاة برأيك اللي هي مثال ناجح؟ هي منا طالبة رأيي أنا. أنا عم بسألك عن رأيك. منا بحاجة لرأيي. إذا هي عم تعمل شغلة وضميرها مرتاح وبعد ما قدروا يكفوا لإيدها، خليها تكمل. الحقيقة دائما بتبين. هل برأيك رح نوصل للحقيقة بانفجار مرفأ بيروت، أنطوان سريان؟ هلا اكيد لازم نوصل للحقيقه، بس انا كمحامي بعرف انه هلا الطرق المراجعه اللي عم بيصير اتباعها هي طرق منصوص عليها بالقانون. نعم. يلي عم منصوص عليها لهالسبب ممكن لازم اصدار قانون خاص بمحكمه خاصه هي تقدر تبت بهذا الموضوع، لانه هذا موضوع يعني شيء كثير كبير وما مرق على لبنان. بقى مش معقول المحاكم العاديه والاصول والمحاكمات الجزائيه الموجوده حاليا يلي فيها طرق مراجعه يلي متاحه للكل واللي عم تقدموا فيها واللي عم تعرقل للتحقيق، لازم إنشاء محكمة خاصة مع طرق مراجعة خاصة محددة تقلل المهل بالجواب، تسرع البت. يعني كنت مع اقتراح محكمة دولية بخصوص مرفأ بيروت، هل تؤيد هذا؟ بغض النظر إذا محكمة دولية أو دحب محكمة لبنانية، لأنه ما نقصهم شيء. قضاتنا في عنا قضاة كثير نزهين وكثير منيح، ولكن كنا عم نسمع الأستاذ زياد عم بيقول أنه اليوم، خليني اختصر، القضاء مسيس او يتعرض للابتزاز، بالتالي نحن ما رح نقدر نوصل، ولا اهالي بيروت يوصلوا لحقيقه من قام بتفجير. في تعسف بهالطريقه، يعني اللي هن مش معقول تطلب 11 مره اقاله كف يد قاضي. يعني حتى لو القانون بيسمح لك، وبعتقد هلا كمان في ممثلين عن اهالي الضحايا رفعوا دعوه هن بهالخصوص بالذات، انه يكفوا لهم يدهم عن يتعسفوا كل هالمده. نعم، هذا الشيء اللي بيؤدي انه مزبوط، لانه عم يستعملوا طرق المراجعه المتاحه. بدنا يطلع قانون خاص لمحكمه خاصه، بدنا تعديل قوانين، بدنا انشاء محكمه خاصه يلي هي منا. هذا بتنشاء محكمه خاصه للبت بهذا الموضوع. ولكن ما يحصل في موضوع المرفأ هو ينطبق على كل القضايا الاخرى. يعني هيدا التاخير اللي عم تحكي عنه مش بس بقصه مرفأ بيروت، طبيعي بكل الدعاوى. ما انا محامي وانا عم بعاني منه بكل الدعاوى الموجوده بكل المحاكم. يعني هذا الشيء مش مجلس العدل محكمه خاصه. صحيح، كنت مع احاله الانفجار مرفأ بيروت الى المجلس العدل. انا مع انه مش المجلس العدل، انشاء محكمه خاصه لهالموضوع. هو محكمه بالزات. خاصه، بالتالي كان في يقوم بهيدي المهمه مع قانون اصول محاكمات امامها بمهل معينة ومختصرة. المجلس العدلي غير قادر على ذلك؟ هو قادر على ذلك، بس ولكن أنا أفضل أنه نروح على محكمة خاصة. لأنك عارف مش حيصير هيدا الشيء. كان ضروري تروح على المجلس العدلي. نطرني بدك تجاوب. القاضي هيدا يمكن أقل بالسيستام اللي راكب هيدا القاضي تبع المجلس العدلي، هو اقل واحد بيقدروا يضغطوا عليه وبيقدروا يسحبوا الملف من ايده. نعم. اليوم زياد ابي شاكر، انت مرشح ضمن احدى لوائح المعارضه ضد السلطه، لماذا لم تتوحد المعارضه منعا انه يتشتت صوت الناخب البيروتي؟ اوكي، فكره
طرح انه المعارضه لازم تتوحد كان طرح شعار اوتوبيك شويه. اذا بتلاحظي شويه واحد بيقرا بالتاريخ كل الثورات يلي صارت بالعالم، الثوره الفرنسيه لما لقطوا له الملك وقطشوا له راسه انقسموا الثوار فريقين جيروندان وجاكوبان، وهولي قتلوا بعضهم على 10,000 قتيل راح بيناتهم. بالتالي بالثورة البولشيفية ضلهم 10-15 سنة تقدروا استلموا الحكم. نطلب من 400 مجموعة نزلت على الشارع تتوحد. وتنتفض تتوحد على مشروع واحد شوية غير قابل للتطبيق. كم ثورة بده لبنان لحتى يقدر يعمل تغيير؟ ليكي ما بدنا ولا ثورة، بدنا انتخابات. بهالانتخابات ثورة، ما في كتير هي مجرد ناس هي ثورة لاستحقاق الانتخاب. مفكرين حالهم نابليون بونابارت. صندوق الاقتراع هو بيقرر مين عنده حجم ومين الناس بتوثق فيه، وبعدين نرجع منروح على انتخابات تانية. ما في مشكلة، 4 سنين، شو 4 سنين بالتاريخ؟ ما هي حاجات بيروت خاصة الدائرة اللي حضرتك مرشح عنا؟ شو هو أبرز شيء هذه الدائرة هي بحاجة لإله؟ نحن بحاجة للإنماء بالمدينة. هلأ أنا بنفس الوقت حالياً عضو مجلس بلدي بحاجة لكتير إنماء، انطلاقاً من خبرتك في العمل انطلاقاً البلدي من خبرتي في بلدية بيروت بالمقدمة، إنه نحن هالعراقيل البيروقراطية بالوزارات وبالإدارات بتخلي مشاريع كتير نحن كبلدية إن كان مجلسنا ولا اللي قبل ولا اللي قبل ما تقدر توصل لنتيجة، لأنه أي مناقصة بتاخد لها 6-7 أشهر تنبلشها، بدها تمرق على الوزارات، وزارة الداخلية، بدها تروح على ديوان المحاسبة، يمكن توقف على الطريق، يمكن تتعرقل، يمكن تاخد سنين. هيدي أمور، هيدي لازم ينعمل أوانين. بالتالي إذا وصلت على البرلمان بصير أهين تحقيق المشاريع تنفيذها؟ مشاريع أوانين، مشاريع بدنا نشتغل على مشاريع أوانين تنوصل تنزلل هالبيروقراطية يلي عم نعاني فينا بشكل مش طبيعي. يعني كأي معاملة صغيرة بدها 20-30 توقيع يلي شيء مش طبيعي. ليه ما طرحت تعديل الأوانين لكن بهيدا الإطار مثل ما طرحت قبل شوي إنشاء محكمة خاصة؟ مع تعديل القوانين، وانا قلتها هلا بالمقدمة، يعني أكيد مع تعديل القوانين كرمال تصير الاجراءات الادارية طبيعي. معاملات الادارية اسرع. هل طبيعي. ممكن يكون هيدا مشروعك او اول اقتراح أكيد. تشتغل أكيد. عليه اذا أكيد. وصلت أكيد. الى صدر؟ اول ما نوصل رح ننشر. انا من النوع يلي اذا وصلت رح انشر مشاريع القوانين، مش حنكتفي نحن بالحكي والمناظرات والسجلات وكذا. دور النائب انا بالنسبه لي هو سن القوانين، يعني هو تعريف النائب انه هو سن القوانين، صحيح بيمثل ناخبينه بيدافع عن حقوقهم المشروعه، ما بعرف هلا الوضع شو عم بصير، بس انه فعليا هو مشروع سن القوانين، يعني بده يشوف الثغرات بالقوانين ويشتغل عليها، كل واحد باختصاصه، المهندس باختصاصه، المحامي باختصاصه، كله الحكيم باختصاصه. نعم. اليوم هل اللائحتان، لائحة لوطني ولائحة لبنان السيادة، بيتفقوا على نقطة معينة، على هدف معين، بيلتقوا بمكان ما؟ بتأمل أنه نكون اثنيناتنا منتفق أنه مثل ما قال أنطوان، بيروت اليوم بحاجة لكتير مشاريع ولكتير اهتمام. وبعتقد أكيد يعني هلأ الحلو ببيروت انه كلنا بنعرف بعضنا وكلنا شغلينين مع بعض، وهلا يمكن شوي أدائه بالبلديه كيف بتصنفه؟ لا ما هو انا اشتغلت معهم كبلديه وقتها كان بعد في مسلخ وكذا. راضي عن بلديه؟ لا اكيد مش راضي عن بلديه مش بيروت. راضي. احدى مشاريعنا هو تدقيق مالي جنائي لبلديه بيروت، كل المحافظين وكل رؤساء البلديات بلعت بريئك لا ما بلعت لا 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 أنا بيوافق. أنا يعني إذا بدنا نتكل على حدا يمشي هذا الشيء هو على أنطوان، لأنه أنا صاب الشغل اللي أنا مقدم كتاب بطلب بتدقيق مالي جنائي ومسجله ومن سنة وأكثر مسجله لطلب تدقيق مالي جنائي وتسجل وخلصت هيدي وخلصت. بقى أنا عم طالب بهالشيء وسبقني يعني. نحن رح نساعده لأنه نحن ما عندنا يعني ممكن نشوفكم مع بعض أكيد رح بكتلة واحدة بعد الانتخابات. أنا بعد بكير على في حال وصلتوا إلى البرلمان ونجحتوا ما فينا نوعد بشيء لأنه كل قانون رح ينطرح رح بيكون في له حيثية معينة، في ناس رح تكون مع، في كتير ناس رح تكون ضد، فهلا بنتأمل انه هو يكون مع. اليوم زياد ابي شاكر تنافس نديم الجميل بهيدي الدائره اللي انت مرشح فيها، دائره بيروت الاولى، قد ايه عندك حظوظ؟ ما بعرف ولا لما ترشحت بالاساس ما قلت انه انا رايح على هيدي المعركه، عندي منافسي الاقوى خليني اقول هو نديم الجميل، انا زياد ابي شاكر قد ايه بده يكون عندي نسبه حظ اني اوصل؟
برجع بقول لك ما بحياتي خضت معركة تكون ربحاني قبل بقول بخوض المعركة. المعركة بتبين وقت العراق. أنا عشت كثير ببيروت واشتغلت كثير لبيروت وعندي كثير معارف ببيروت وكثير ناس بتحب الشغل اللي أنا بعمله. بالتالي هيدا بيأمن الحاصل لهيدي الليحة إن شاء الله. للائحة يعني أنت ترشحك بدرجة الأولى هدفه تأمين الحاصل للائحة لوطني؟ لا، ترشحي هو أنه نكسب المقعد المارون. ورح تقدر طالما الحظوظ يبدو؟ ما فيني جاوبك إلا ب 16 أيار. مين برأيك الأسامي اللي رح تربح بهذه اللائحة اللي أنت حضرتك مترشح عنها؟ ما بحب التكهنات، أنا مهندس. بولا يعقوبيان. أنا بحب أقعد على ورقة وقلم وتعطيني إكواسيون. معي ورقة وقلم. بولا يعقوبيان عنده حظ كثير كبير. زياد أبي شاكر عنده حظ كثير كبير. أكيد ما رح تقول لي لا ما عنده حظ كثير كبير. رح كفي. سألي عني. لازم تسأليه عني. هلا عنده حظ. عنده حظ كثير كبير. أستاذ أنطوان، هل تؤيد تقسيم بلدية بيروت إلى بلديتين؟ لا. لا لا أبداً. ولا أكثر بدك ثلاثة؟ ولا تتقسم بلدية بيروت، لأنه نحن أنا ضد أساسا مبدأ التقسيم. نحن ببلدية بيروت المشكلة مش بالتقسيم. يعني المفهوم هو مفهوم غلط. مشكلة بالصلاحيات بالقانون البلديات يلي هو مقسم الصلاحيات بين سلطة تقريرية وسلطة تنفيذية، وهالتضارب بالصلاحيات هو اللي عم بيودي لشيء نحن اللي عم نشوفه. هلا العالم تتهجم على البلدية، بتسمع بلدية وتفكر مجلس بلدي. عمين يعني لازم يتهجموا العالم؟ ما لازم تتهجم على حدا. لا، لازم تشوف المتضرر. عمين لازم يشوف الأداء ويعرف إنه هالمشكلة أو هالمشروع أو هالعمل مين مسؤول عنه. مين أداؤه مش ضابط ببلدية بيروت؟ مرق كثير ناس على بلديه محافظ بيروت. بيروت كيف رضاكم؟ في كثير محافظين على ادائه. على اي محافظ؟ مش زياد شبيه، بالحاله. الحاله ادائه جيد. والسابق؟ انا عندي موقف باتجاه السابق، مش هعبر عنه هون. يعني هلا عم تقول انه المحافظ الحالي ادائه جيد لانه بعده موجود. لا ابدا، لا أبداً، أبداً، ابدا ابدا. اللي بيعرفني بيعرف موقفي، انا بيعرف كيف رضاكم. عندنا لا قبل ما يعني عندنا غير نظره على موضوع البلديه. ايه موضوع البلديه ما فيها تكمل هيك. هيدي البلديه بعدها تدار بعقليه واداره عثمانيه. ما بعرف اذا رايحه شي مره لهونيك بتشوف الدفاتر اللي بيعملوها وكذا، وهي اكيد يعني ما راح احرجه لانطوان، بس كلنا بنعرف انها هي مغارة فساد. ما فيها تكفي هيك. لا، بلديه بيروت بدها تكون، بده يكون في عندها اكاونتبيليتي اكثر. اوكي، وبعدين بدنا نعمل بقلب البلديه مثل ما بيعملوا بغير مدن. يعني في اروندسمان، في فيها تتقسم لمناطق إدارية، وهالمناطق الإدارية هي بتتمثل بقلب البلدية. شو رأيك بدي أعرف أنا بكرة إذا راح ريجار على النهر على طريق النهر، بدي أعرف أنا وين بدي روح بقلب البلدية وأقول لمين. مش هلأ نروح عند حدا كل واحد بيكبني عند التاني وكل واحد لازم عند هيدا وشو فايدة ومش من عندي. أنا مش من صلاحياتي. أنا بدي أسأل سؤال بهالإطار واللي الكل عم يسأله. هلا نحن عندنا صلاحيات تنفيذيه بايد المحافظ، صلاحيات تقريريه بايد المجلس البلدي اللي مؤلف من 12 عضو، من 24 عضو، 12 مسيحي و12 مسلم. نعم. للاسف عم نحكي هلا طائفيه. 12 مسيحي و12 مسلم، وعندنا المحافظ يلي هو كمان من الطائفه المسيحيه الروم ارثوذكس. نعم. هل بدي اسال الاستاذ زياد، هل هو مع انشال صلاحيات المحافظ واعطاء الصلاحيات للمجلس البلدي او على اساسها ينعمل اروندسمان، ولا ينعملوا هالاروندسمان ونضلنا نحن مثل ما نحن ونشوف كيف بده يصير، كيف بده تصير عمليا على الارض؟ هذا الطرح اللي نحن بنفضله، انه يكون في مجلس واحد عنده رئيس، وخلي يكون في مداوره، خلي يكون في مداوره بموضوع الرئاسه، وخلينا ننتخب وتكون الانتخابات شفافه، لانه اليوم مش دائما انتخابات بلديه بيروت عم بتكون شفافه. وكلنا شو اللي باكد لك انتخابات البرلمانيه حتكون شفافه؟ ما في شيء باكد لي، وبالعكس للاسف يعني كل مره كل ما بكون عم بعمل شويه ابحاث بيرجع بشوف قول لستالين انه ببلاد مثل بلادنا يلي بيربح الانتخابات مش يلي بيطلع له اكثر شيء اصوات، يلي بيربح الانتخابات هو يلي بيعد الاصوات. هذا واقع كمان، يعني موضوع الشفافية. وبعتقد بتأمل يعني نتأمل من الوزير المولوي هالمرة اسمه، يعني اسمه رح ينطرح بالتاريخ، نتأمل أنه يكون على قد المسؤولية. وهذا شيء كتير خطر إذا صار فيه تجاوزات مثل التجاوزات اللي صارت بالانتخابات الماضية. نعم. يوم زياد أبي شاكر عم بيخوض معركته بوجه مين؟ يوم في كثير لوائح ببيروت الاولى، في لوائح من الثوره ولوائح الاحزاب، معركه زياد ابي شاكر تحديدا هي في وجه؟ بصراحه الصراحه مش بوجه ولا ليستا. اللي عم نخوض المعركه لانه بيروت الاولى عندها حيثيه معينه،
ببيروت الأولى في حوالي 140 ألف ناخب، دائماً بينتخب منهم أقل شوي من 40 ألف. نعم. في 100 ألف ما بيشاركوا بالانتخابات. حيشاركوا هلأ؟ دوري أنا وكل مجهود اللي عم بعمله هلأ مش قوس على أنطوان أو ليست أنطوان، دوري هلأ روح حمس هالمئة ألف. كيف؟ إذا 10,000 منهم بينتخب. كيف؟ كيف هو إنه ما عملنا البروغرام العادي الحلو الكلام المعسول اللي بيقعدوا بيكتبوه وبعد شهرين من الانتخابات بيروح على الزبالة يعني. عملنا خلقنا بودكاست سميناه ممكن، وين منناقش ملفات حيوية لبيروت ولكل لبنان، ولكن هيدا الشيء كان عم بيصير قبل المشكل ونطرح حلول. هيدا بيوصل لنتيجة؟ هيدا عم نوصل لناس يحسوا انه ماني عم ببعت له شيء يقراه، انا عارف هو دجا يعني كلنا دلكم. عشنا انتخابات وكلنا بنعرف اليوم. سميلي حيلا حزب، قليلي اذا متذكر شيء من برنامج الانتخابي تبع 2000 و هن النواب ما بيتذكروا شو ورد ببرامج الانتخابات. الريسك اللي اخذناه انه اللي عم نقوله برنامجنا موجود اونلاين، وأونلاين يعني باقي إلى الأبد. رح أجاوب على قصة الأونلاين، لأنه كل المرشحين عم يعتمدوا هاي الطريقة. يا جماعة ما في كهرباء، في ما في 4G، ما في واي فاي، كتر خير الله بعد في انترنت، بس ما في كهرباء، ما في للواي فاي ولا 4G. العالم ما مع يعني اليوم في أزمة اقتصادية، اليوم معتمدين على الأونلاين ليوصل برنامجكم الانتخابي للناس. الميديا عم تطلب كميات من المصاري فاحشة يعني. هلا بنشكركم انه انتم ما وقعتوا بهالفخ بعد يعني، ما بعرف ليش ما طلبتوا منبرنا هو كرمال نقدر نخلي المرشحين يقدروا ايه، بس كمان اذا ما عندهم كهرباء ما راح يقدروا يحضرونا. هلا المشكلة انتم بتكون تحلوها قصة الكهرباء كمرشحين. وحياتك عندنا خطة للكهرباء، انا دوري بس اني استضيفكم واسمع برامجكم الانتخابية. في ارجع للسؤال السابق انا؟ ايه اكيد. ارجع للسؤال يلي عن قانون البلديات، بس شغلي انا اللي تذكرت شيء تقول تفضل بهيدا الفصل. تفضل يلا حتى ما نضل بقلبك. البلديات تعديل قانون البلديات هلا مطروح باللجان، وفعلا عم يندرس قانون البلديات. بقى بتمنى عليهم الافكار اللي عندهم اياها انه ما نسمعها بالاعلام، ولهالسبب انا ضد شيء اسمه حدا يستقيل. ليه ما بتقول له؟ عم بقول له ايه؟ توجه استاذ زياد عم بيقول لك استاذ. اختبرناهم بلجنه الاداره والعدل، ليكي هيدا المجلس قلنا نحن وفيتين، هيدا المجلس ما بيشبهنا، هيدا المجلس بيشبه زعماء الطوائف. قادر تعمل مجلس نيابي 128 نايب بيشبهكم؟ ما بعرف. بدنا 10 يشبهونا هلا، نحن قبلانين ب10 يشبهونا. 10 بكفوا؟ ما بيقدروا يغيروا. بيعرقلوا بيوقفوا بوجه السرقة، بيقدروا يطعنوا بكل قانون بيعتبروه مشحف بحق المجتمع. برأيك رح تقدروا تجيبوا 10 نواب؟ أنا عم بقول لهم رح نجيب أكثر. متفائل؟ ايه بده يكفي فكره. لا هيدي فكرتي انه يتقدموا بما انه عم يتم دراسته باللجان قانون البلديه، يتقدموا بشي خطي. يمكن لو ما استقالوا النواب يلي بالليسته معه، لو ما استقالوا كان فيهم يكونوا من جوا واثنيناتكم بتكفوا بتتواجهوا وجها لوجه بقلب البرلمان. لا بس هيك لصراحه يعني اليوم، وتوني اكيد بيوافقني على هالشيء، مش معقول نكمل ببلدية بيروت بهالستركتور هاي. بدنا نواكب العصر، بدنا نكون صح. بدنا نمكنين، بدك تحل الامور على الكمبيوتر، بده يكون عندك اكاونتابيليتي. عفوا هودي مش شعارات، مش شعارات بالوقت الغلط. عندها دور اقتصادي تلعبه باحياء البلديه عندها دور تلعبه اقتصادي. بدها البلديه شغلتها تسهل حياه الناس، تدفش العجلة الاقتصادية. يوم قال هو أنا بيعاني من عرقيل، فيني أكد لك أنا وبأكد قدام الكل، كل الشغل اللي عملته ببيروت أنا ما سألنا من حدا. رحنا في عنا كم واحد بالبلدية إنه ليك تمويل إجينا، عنا مشكلة الرجارات نحن رح نحلها، تكرم عينك روح عمول. عنا مشكلة الزبالة بدنا نبلش نعمل فرز وكذا، تكرم عينك روح. لما ما يكون بدك منه المصاري، إنه إذا بدك تفوتي بدهاليز الدفع تبعهم ما بتعودي تطلعي على أي حال. ما فينا نكمل هيك، ما فينا نكمل. هيدي بدها بالإنجليزي أو بالمانجمنت بيسموها ري إنجينيرينج. هيدي البلدية بدها ري إنجينيرينج، وهيدي هالديواليتي محافظ فوق رئيس بلدية. على أي حال أستاذ زياد يعني رح نتابع بهذا الحوار، ولكن اسمح لي أتوقف مع الفاصل الأول ثم نعود. وإلى القسم الثاني من برنامج راس براس، وهي فقرة على السريع.
بفقرة على السريع في أسئلة بنحط فيها كاسك للمرشح الأول ومتوجه بالأسئلة للمرشح الآخر وأسئلة على السريع كمان ولكن بلا كاسك. خليني أبدأ مع فقرة على السريع وأطلب من مدير المسرح أنه يحط الكاسك لأستاذ زياد أبي الشاكر. وقع على الاختيار عليك تسمع موسيقى بهذا الوقت. رح وجه الأسئلة أستاذ أنطوان وبرجع بوجه لك نفس الأسئلة. بداية أستاذ أنطوان، كم بلغ عدد ضحايا مرفق بيروت؟ كان بلغ بحدود ال 200 شهيد. رقم؟ نعم رقم، بدي رقم. 200 شهيد. 200 شهيد. كم يبلغ عدد الناخبين المغتربين المسجلين في دائرة بيروت الأولى؟ بحدود 9000. لبيروت ألقاب عدة، سمي لي اثنين. ألقاب بأي معنى عم تسأليني؟ بيروت. لقب لبيروت، يا بيروت. بيروت أم الدنيا. أم الدنيا، لقب ثاني، لقب ثاني. ست الدنيا. بيروت الشرق، بيروت سويسرا الشرق. كانت في بدنا نرجعها ان شاء الله. متحف بيروت هو احد اهم معالم العاصمه بيروت، متى افتتح رسميا؟ اي سنه؟ بالستينات بس على ما اظن، يعني انا كنت لازم تقرا شفاق. لا 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 ما تشيلها ما تشيلها. صخره الروشه هي ايقونه بحر بيروت. صح. من كم صخره تتالف صخرة الروشة؟ صخرة الروشة، في الصخرة الكبيرة وفي الصخرة الصغيرة اللي حدها اللي جنبها. ليش اسمها الروشة؟ ليش اسمها الروشة؟ ما بعرف. اوكي هلا بنسمع الأجوبة. صار فيك تشيل الكاسك أستاذ زياد. أنا كنت متوقعتك تقرا شفاف لتعرف الأجوبة. ما عايز أقرا شيء، بقرا براسي. كم بلغ عدد ضحايا مرفق بيروت؟ 231. مع المفقودين؟ لا مع آخر اثنين اللي ماتوا. 231. كم يبلغ عدد الناخبين المغتربين المسجلين في دائرة 9900 بيروت الأولى؟ 9900. هلا بعد فيك شهور بس إنه لبيروت ألقاب عدة، بدي لقبين. ست الدنيا. ثاني. غيره، بنعرفه. غيره. ولا ما بنربح، غيره. خلاص؟ متحف بيروت هو أحد أهم معالم العاصمة بيروت، متى افتتح رسمياً؟ أي مرة، لأنه يعني مرتين فتحوا من بعد الحرب. أي سنة وأي سنة؟ بعد الحرب بال 91. أول مرة بالأول، أول مرة. أول مرة ما بتذكر. ثاني مرة بالتسعينات. صخرة الروشة هي أيقونة بحر بيروت، كم من كم صخرة تتألف؟ صخرتين. ليش اسمها الروشة؟ إذن هودي كانوا أسئلة على السريع. رح أعطي الأجوبة. عدد ضحايا مرفق بيروت هو 218 بلا المفقودين. عدد الناخبين المغتربين مع المفقودين قديش؟ بجاوب أنا؟ أنت قل لي. أنا سألتك هذا الجواب. الرقم اللي عم يتداول أنا دائما عم شوفه 233. 218 مفقودين يلي يعني ما لقيوهم، ما بنعرف عنهم شيء. صحيح. كم يبلغ عدد الناخبين المسجلين في دائرة بيروت الأولى؟ 9668. 9000 وقد ايه؟ 668. هو المغتربين قصدي. مغتربين. لبيروت ألقاب عدة، منها ست الدنيا مثل ما هو معروف، أم الشرائع وباريس الشرق. متحف بيروت افتتح رسميا بالعام 1942. صخرة الروشة صحيح مؤلفة من صخرتين، إحداهما أكبر من الثانية وهي مجوفة في الوسط، أما اسم الروشة فذلك لأنه تم استقاء الروشة من كلمة روشي بالفرنسي. عرفتيها لحالك ولا؟ عرفتها لحالي، كان بدي أنت تعرفها لحالك، أنت بدك تمثل بيروت. على أي حال رح نتابع الأسئلة اللي بلا كاسك. اليوم أنطوان سرياني وزياد أبي شاكر، من تنتخبان رئيسا للجمهورية؟ تفضل. ما في ولا مرشح أنا ببالي بيعبي طموحاتي. لا في كثير ببالي بس ولا واحد منهم. اعطيني الاسم بس لحتى. سليمان فرنجية؟ لا سليمان فرنجية ولا سمير جعجع ولا جبران باسيل. من تنتخب؟ ما بقدر اقول لك لانه تشوف مين المرشحين، يمكن في مرشحين متداول. ما في متداول باسماء. لا حتى لو متداول يمكن بيظهر شخص باخر لحظه ويكون في كل المؤهلات وكل الكفاءه انه يكون هو رئيس الجمهوريه. ما في اعطيك اسم لانه ما بعرف مين رح يظهر. طب اعطيك انا الاسامي؟ حتى لو اعطيتيني مش حتقدري تعرفي مين رح يجي ومين رح يجي. مش عم بهرب من الجواب. بدي اقول لك هربتوا من الجواب. على اي حال من ستسمى؟ هربنا من الجواب؟ بعتقد ما في حدا جاوب بالصراحه والشجاعه اللي انا جاوبت فيها. مسحوبه مسحوبه. مين رح تسمي رئيس للحكومه؟
نواف سلام. ما حدا قبلان فيك كان قبل، ليش طفله ولا هدي شو قبلانين؟ نحن قبلانين. ايه بس انا قصدي اليوم هيدا مرشح، نواف بيشبهنا، هيدا مرشحك. مين المرشح؟ رح ضلني انا عند نفس السؤال، لا لانه لا ما بقدر اعرف مين المرشح. ما في يسمي شخص مين بيرشح هو أنطوان سرياني لرئاسة الحكومة؟ ما في يرشح أنا شخص هو مين منه مرشح. مين بتسمي يعني قصدي؟ من ترشح ليتولي هذا المنصب مش مين؟ شخص كفو وشخص بيقدر اسم؟ يقدر يرجع سعد الحريري؟ يحط الاقتصاد على الطريق. نجيب ميعاتي هلا موجود. نواف سلام؟ ما في يقول. ما أخذنا جواب، مش مشكلة. رئيسا لمجلس النواب. لا أنا سلطة بالعكس، مش سلطة. رئيس لمجلس النواب. مين بتنتخب رئيس مجلس نواب؟ أكيد مش نبيه بري، بس يعني يا ريت لو كان حدا مثل حسين الحسيني. خلينا الله يطول بعمره. أنت برأيك في حدا مرشح غير رئيس بري؟ يعني إذا ما في غيره مرشح رح تصوت للرئيس بري ولا حتحط ورقة بيضة؟ إذا ما في غيره للرئيس بري مرشح، لا أنا شو بتعمل؟ أنا مني وعلي مش رح صوت بوقتها. مرشحك هو الرئيس. شوف شو مصلحة البلد. مرشحك هو الرئيس بري. شوف شو مصلحة البلد بوقتها. مصلحة البلد هلا غير بعد شهر. مشان هيك أكيد أكيد بدنا نشوف شو راح يطلع كتل نيابية، شو راح يطلع، مين راح ينتخب، مين راح يطلع النيابي، شو راح تفرز هالانتخابات النيابية على أساسها كله بوقتها. برأيك هذه الانتخابات ماذا ستفرز؟ أنا برأيي راح تفرز، يعني ما راح يصير في كتير تغييرات. مش راح يصير في كتير تغييرات. هلا رح خلي زيادة بشاكر يرد عليك. خلي يرد اكيد. ما في تغييرات يعني، لشو تترشح هيك قصده؟ يعني ما كان له معنى. لشو في عامل واحد رح يلعب دور كتير كبير، مثل ما ببيروت في 100,000 ما بيشاركوا، وببيروت الثانية في أكتر وأكتر ما بيشاركوا، وبالشوف وبكسروان وبكل هالدوائر في ناس بتعتبر إنه هالانتخابات ما في حدا بيمثلها. كتروا لوايح الثورة. اوكي كل شيء عم نطلبه من الناس يلي ما شاركوا بالانتخابات هذيك المره، هيدا حق مقدس لكم، شاركوا. كثرتوا لوائح، لو توزعت الاصوات ما بيأثر، لازم نشارك. لوائح الثوره كثروا برايك لحتى يصير في اكثر من خيار امام الناخب اللبناني؟ ولكن ولا هيدا الشيء حيزيدهم ضياع اكثر ويخليهم ياخذوا قرار مقاطعه؟ لا بالعكس بالعكس، ليكي هيدا بلد صغير وكلنا بنعرف بعضنا. كلنا بنعرف بعضنا. اوكي هيدي أول انتخابات بيكون فيه هالقد الخيار كبير وهالقد السبكتروم واسع. التغيير بيصير بس فقط لغير يلي ما شاركوا. هال 49% اللي شاركوا هذيك المرة، في 51% ما شارك. إذا نص ال 51% هالمرة شارك رح تتفاجأوا كلكم. لو لم تكن مرشحاً مين بتنتخب؟ لشو؟ للنيابة يعني؟ نعم، لو أنت هلأ زياد أبي شاكر مواطن عادي مش مرشح إلى الانتخابات، رح تصوت لمين؟ أنا هلأ رح انتخب وبقول لك هلأ لمين؟ رح انتخب وحدة اسمها جوزيفين زغيب بكسروان. جوزيفين زغيب، مين لمين رح تصوت؟ لو لم تكن لو مرشحاً لمين بتصوت؟ صوت لشخص غير حزبي. غير حزبي؟ غير حزبي. مين؟ ما عندي حدا هلا براسي، بس اكيد شخص غير حزبي. انت عليه حق زياد ابي شاكر. انت صوت له لزياد، انت عليه حق لائحه الشيخ نديم الجميل. هي بغض النظر هذا تحالف انتخابي، يعني احنا مالنا لائحه حزبيه. تحالف الانتخابات بميله وال نحن مالنا لائحه حزبيه والقناعات بميله ثانيه. نحن مستقلين في تحالف انتخابي. يعني انتوا قلتوا له نحن مستقلين فقط لغير، ما بنتفق معكم بشيء. نديم جميل اللي هو كتائبه بس اخرت الداء. نديم جميل بس رح ينجح رح يروح على كتة الكتايب. بس ما حدا بينظر لهيدي اللائحة هيك ولا كل اللوائح. ما هو أكيد بدوني لا جاوبه، ما تقوس تكلي أنا بقوس. صار في كتير يعني كتير نازلين على لوائح الأحزاب ومستحيين مستقلين إنه نحن مستقلين شيء مستقلين على حكومات ومستقلين على التيار وكذا. يا كونوا مقتنعين ونزلوا معهم وقولوا للآخر نحن معهم ونحن بدنا نخوض المعركة سوا، أو بلاها. ليه مستحق أنطوان سرياني تقول أنك مرشح على لائحة الشيخ نديم الجميل في بيروت الأولى؟ لأنه أول شيء أنا مني حزبي واحد. شو خاص بس أنت على هذه اللائحة؟ نعم أو لا؟ هي من لائحة الشيخ نديم الجميل؟ لائحة مين؟ هي لائحة تحالف بين متسائلين وبين نديم الجميل يلي هو حزبي. هي من لائحة كتائب. ليه ما رحتوا على لائحة بتشبهكم إذا أنتم ما بدكم تكونوا مع الأحزاب؟ نحن معها في أشخاص بهاللائحة بيشبهونا. كم واحد؟ واللي هن الأشخاص بهاللائحة أكيد بيشبهونا، وأفكارهم بيشبهونا وتطلعاتهم بيشبهونا. أنطوان سرياني ما بيشبه أفكار نديم الجميل؟
افكاره كثير افكار من نديم جميل اكيد انا بشبه افكاره، لو هيك ما فتنا بفرد لائحه. يعني لأنه يعني وصلتني للنتيجه اللي عم يحكي عنها زياده بشاكر اللي هي شو عنده شو الافكار يلي عند نديم جميل طالما عم نسال السؤال يلي هو ضد زياد، بس خليني اعرف شو هي اذا بيقدر يقلنا شو هي حتى نحن ضد فكر الاحزاب. نقطة على السطح. بس النتيجة أحزاب أو أحزاب مش أحزاب. تاريخ أحزابنا اللبنانية هو تاريخ ميليشياوي. الفكر الميليشياوي وصل البلد لهون. اليوم الميليشيا ما بتعمر بلد، الميليشيا بتاخد، الميليشيا ما بتعرف تعطي. أنت ما عم تحكي عن أنا عم بحكي عن الكل. ما عم تحكي عن الكل. يا جماعة نحن اليوم بورطة كبيرة، نحن بورطة كبيرة. اليوم إذا بدنا نرجع نجيب نفس العالم يلي وقعونا بالورطة ما رح نتوقع ولكن منه نكون في حالة. ولكن اللائحة اللي أنت موجود فيها النائب بولا يعقوبيان استقالت مثل ما استقالوا حزب الكتائب، يعني بنص الطريق تخلوا عن كان عندها ميليشيا بالحرب؟ لا عم أقول كنتيجة، عم بحكي كنتيجة آخر النهار، يعني أنت عم تقول للعالم ما تنتخبون هن زيتهم، أنا عم أقول لك طب ما هن زيت ما تنتخبوا الأحزاب، أول شيء بولا منا محزبة لا عم بحكي كنتيجة بعدين بولا منا ميليشيا استقالوا، النتيجة هي وصلوا لمحل استقالوا من بعد الانفجار استقالوا يعني قعدوا برا بالنهاية فقعت المدينة بالنهاية شو قدموا المدينة اليوم ما حدا من السلطة كلها هز ساكن صحيح يعني مينيموم كان عيب انه بس استقال 11 البقاء عيب. بالسلطة ألم يكن أجدى من الاستقالة اللي بعض البعض وصفه هروب من المسؤولية مش بالانفجار بشكل عام عم بحكي لا 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 معهم حق معهم حق يستقيلوا أنا برأيي البقاء والسلطة هيدا المجلس منه هيدا المجلس منه سيد نفسه هيدا المجلس ماريونات البقاء بالسلطة هو أجدى بكتير الواحد يلي تحمل هالمسؤولية بده يحارب ويضل يحارب من جوا مش أنا بعتبر الاستقالة هي هروب من المسؤولية وبالنتيجة بقاءه جوا بيقدر يحارب بأي شيء اللي كان وشفناها يمكن بالتصويت بعدد الأصوات بمشاريع معينة البقاء جوا ولهالسبب أنا لم أستقل مثل ما عمل غيري من بلدية بيروت وأنا ضد الاستقالة حزب الكتائب؟ لا لا حزب الكتائب استقال قعد برا لأنه اعتبر أنه غير مجدي من هون بتشوفي أنه نحن تحالف انتخابي لأنه الشيخ نديم استقال بس أنا ضد فكرة الاستقالة يعني نحن ضد أنا ضد فكرة الاستقالة هو استقال هل من هون بتعرفي أنه هيدي منا لائحة كتائب منا لائحة نحن بالنتيجة يعني ممكن نشوفكم مع بعض بكتلة واحدة بالبرلمان شو بيمنع في شيء بيجمعكم اللي فيني أكد لك عليه من هلا نحن رح نشتغل على كتير قوانين رح نيجي نقول له يا أنطوان نحن في هذا القانون بهمنا تدعمه إذا دعمه يعني نحن عم نكون عم ندفش بفرد هذا يمكن يقول لي هيدا إذا بتريد عفيني منه أنا مني قادر لاعتبارات واحد اثنين كم حدا رح يقول لك عفيني من هيدي الشغلة ومن هيدي الشغلة ومن هيدي الشغلة برأيك إن شاء الله يكونوا قليل على فكرة بموضوع الاستقالة لما انطرحت موضوع الاستقالة كان ديجا بلش ينحكى بأربعين واحد يستقيل بس بعدين بلشت اجت الضغوطات واجت كذا واخر شيء ضل في 11 يوم استقالة. زياد ابي شاكر ليه ما نزلت بكسروان؟ ليه ما ترشحت بكسروان؟ لأنه ليه رحت على بيروت الأولى؟ لأنه انا اول شيء اهل امي من بيروت وانا ربيان ببيروت فترة كثير كبيرة من عمري ما أنا شاغل ببيروت كثير ما انا عندي معارف كتير ببيروت وعندي شغل كتير ببيروت وبعدين بعتقد المستوى الحديث الانتخابي اللي راح ينحكى ببيروت هو شوية أعلى من المستوى اللي راح ينحكى بكسروان هل تعتبر أنه اليوم حظوظ أنطوان سرياني للوصول إلى مجلس النواب مرتفعة؟ أنا بعمل جهدي وبعمل شغلي بتواصل مع الناس وفي ناس هي عم تتواصل معنا شو عم بيقولوا لك الناس بجولاتك الانتخابيه عم تعمل جولات انا عم بعمل جولات في ناس كثير بتعرفنا لانه نحن من الاشرفيه من زمان ابا عن جد وبيعرفونا بيعرفوا عملي بالمجلس البلدي نعم. خلال 12 سنه وبيعرفوا انا شو بمثل بقى ان شاء الله على فكره القانون بيسمح لك تنزل لوين ما بدك يعني توقعي يمكن بكره انا بعد شي دوره صحيح. او دورتين بس انزل انا على المقعد الشيعي بالنبطيه هذا ما حدا له معي تقدر مدرسة عندي بالجنوب معارف وأصحاب وأحباب قد ما عندي ببيروت قد ما عندي بس هي مش بالترشح
ما تنسي نحن نواب عن كل البلد، عن الأهم كل البلد. هو الأهم صحيح، ولكن عفوا هيدا الخطاب بنسمعه قبل الانتخابات بعد ما يوصلوا الى السلطة يعني مبطن على امل انه هيدا البرلمان التغيير اللي عم تحكيني عنه نقدر نسمع نبقى هيدا الخطاب انه النواب هن بيمثلوا كل الأمة بالفعل مش بالقول. بوعدك مني انا رح دائما تسمعني ان شاء الله. خلينا نتوقف مع الفاصل الثاني بحلقة راس براس ثم نتابع. إلى القسم الأخير بحلقة اليوم من راس براس وإلى فقرة لايك وديسلايك. زياد أبي شاكر بفقرة لايك أو وديسلايك، بدك تقلي ما الذي أعجبك في خطاب أنطوان سرياني؟ خطاب راقي ومنطقي. ما الذي أعجبك أنطوان بخطاب زياد أبي شاكر؟ عجبني حبه لبيروت، علما انه هو منه من بيروت، صحيح مو من بيروت بس يمكن سجله مش بيروت، حبه لبيروت وجخفه وترشحه عن بيروت تا يخدم بيروت. عندك تسلم. شك انه كل اللبنانيين بيحبوا بيروت؟ ما عندي شك ابدا، بس مش كلهم، يمكن ايه في ناس ما بيحبوا بيروت يلي بينزلوا بكسروا بيروت، وان شاء الله بنتعاون نحن وياك تنخدم بيروت اكثر. شو اللي زعجك بخطابه او شيء ما قنعك او ترك عندك علامه استفهام بالاشياء اللي قاله؟ بالقصة الحكي بموضوع الاستقالات يلي هو مع انه الاستقالة من المجلس النواب يلي انا ضده، هذه الشغلة يلي انا ما بقدر اتقبلها، يمكن هذه الفكرة بالنسبة لي، بس مش زعجتني بس هذا رأيه. وشو اللي زعجك بخطابه او شو النقطة اللي كان محامي زيادة عن اللزوم؟ عرف يلوفي حاله ويظهر محامي. حدا بيقول لك محامي؟ طيب شو النقطة اللي بتعتقدوا انه فيكم تلتقوا عندها وتكفوا فيها ممكن؟ في كثير نقاط، هي الانماء بالمدينه. احدى النقاط هو انه اثنيناتنا متفقين انه المدينه تبعنا عايزها شغل وعايزها خدمه وعايزها كثير مشاريع، في حاجه اكثر ما في سبلاي مثل ما بيقولوا. هي اكيد رح تجمعنا. هلا انا بالنسبه لي في شيء بيجمعكم جامع مشترك هو الاستقالات من مجلس النواب. ما فهمت كيف يعني لوائح قصدك؟ ايه بيجمع اللوائح ما بيجمعنا. بيجمع اللوائح. هيدا الشغلة اللي كان عم بيقول لك عنها أستاذ زياد، ما بقى تستحوا بشو؟ بتشوفوا بيروت خضراء؟ ما تستحقوا قولوا إنه نحن مرشحين. أكيد على بنشوف بيروت خضراء، ونحن بنشتغل على بيروت إنه تكون خضراء. كيف كيف؟ كيف؟ أول شيء نحن من يعني بوجودي بالبلدية عملنا المستحيل للحفاظ على الحرش وعلى عدم قدم الحرش، ياما بيجينا ناس بدهم شقفة من الحرش وياخذوا شقفات من الحرش، وصارت بالزمانات وشقف مدافن وشقف للإدارات الدولة وطلبوا منا، ونحن أصرينا على قانون يلي هو بيمنع أنه يتاخد أي شقفة من الحرش أو حتى يصير في بناء بالحرش، وهو في قوانين بهالخصوص يلي هيدا حرش بيروت يلي هو جوهر البلد. نعم. شو رأيكم بقرار الحكومة بهدم إهراءات القمح؟ في عن بيروت خضراء يعني ما انا عارف في حدا بده يقول لي ما اعطيتيني على الوتر الحساس. تفضل. انا مش بس بشوف بيروت خضراء، كمان بشوف بيروت نظيفه، لانه يعني عندنا خطه للنفايات لمعالجه النفايات بقلب بيروت رح بتكون نموذجيه ويمكن نقدر نطبقها يعني بكل لبنان. يعني نموذجيه هيدا واحد هي من هي الشعارات. لا نحن بنحب الشعر بس ما بنحب الشعارات. الخطه النفايات تبع بيروت هي خطه لا تتكل على مطمر، هي خطة رح تستعمل تقنيات إنه ما منكب شيء، كل شيء بنرجع منعالجه وبنرجع منعيد تصنيعه، وساعتها ما منعود نتكل إنه مين بدنا نروح نترجع تياخد زبالة بيروت يطمع عنده. هيدي واحد. بموضوع البيروت خضرة أنا عامل بحث، مشروع بحث بالجامعة الأمريكية مع دكتور عماد سعود، وطلعنا بطريقة لزراعة الأسطح لتصير الأسطح منتجة. صحيح. اسمه بيروت بلانتينج روفز، موجود على يوتيوب. صحيح. وهي خطة هلأ عم نجرب نتفشها على كل أسطح بيروت إن شاء الله. إن شاء الله. بتمنى عليه خطة النفايات اللي نحكى عنها يا ريت يقدم لنا إياها خطيا من بكرة، مش بكرة، بعد العيد. كيف نقدر تكون هالنفايات نقدر نتخلص منهم من دون أي شيء؟ نحن كبلدية بنشتغل على الموضوع، يا ريت بقدم لنا إياها سجلة خطية. ليه ما بدك تقدم؟ ما عندنا ثقة هلأ بهال المجلس البلدي إذا بدك، يعني حتى ولو كان توني بقلبه، يعني منضلنا نحن نايمين عليها وبصيروا زبالة على الطرقات وبصيروا كل شيء بس لأنه نحن نايمين عليها. لا مثل نايم على بنت كوبا يعني. هلأ شو رأيكم بقرار الحكومة هدم إهراءات بيروت؟
أنا كنت برجع للقاضي، إذا القاضي سمح هدمه أنا ضد ويصير معلم سياحي، معلم سياحي بمعنى مش سياحة أكيد هو هذا حدث ضد إجرامي. ضد هدمه مع إنه يصير معلم. معلم معلم أكيد الإجرام تمثل فيه مش إنه بالسياحة بس يصير معلم هونيك. وحتى مرفق بيروت هالضغط يلي خانق بيروت هالكاميونات الرايحة جاية يتوسع شوي لبرات بيروت البور البور أيه. مرفق بيروت ولكن بتعرف انه الاهراءات هي حمت نص بيروت 100% من ما حدا كان حاسب الحساب يعني هي مش معموله تتحمي من انفجار بس اكيد لا بس انا قصدي انه كان لها دور بالتالي يعني وجودها اهم من هدمه وجودها اهم من هدمه كمعلم بيذكر بهيدي الجريمه انه شو صار ببيروت هالقنبلة النووية اللي صارت وبنفس الوقت أنا مع أنه هالفور يتوسع نخفف ضغط كاميونات وكذا على بيروت بما أنه أستاذ أنطوان حكيت عن الضغط موضوع عجقة السير ببيروت اللي هو موضوع هيدا عطول موجود في له حل في خطة للمواصلات اللي هي مشروع النقل الحضري نحن حاولنا كبلدية نشتغل عليه ونجيب بصير بس نحن كله توقف عند مشروع النقل الحضري اللي ممول من دول اجنبيه يلي لكل لبنان توصل الى مرحله بيقولوا لك ما فيك تعملي لانه في مشروع النقل الحضري ستوب وقفي عندهم ما فيكم تعملوا مشروع ما فينا نعمل لا ترامواي اكيد هلا ما عم نحكي مترو لانه شغله طويله عريضه ترامواي اي شيء مشروع بال 95 احنا كان عندي خطه انه نعمل مترو على بي او تي سيستم مع جهه المانيه بس بعدين كان في يعني عجقه السير باقيه ان شاء الله ما بنعلق فيها ولا انتم بتعلقوا فيها انتوا نازلين على البرلمان خلينا ننتقل للفقره الاخيره مع انطوان سرياني وزياد ابي شاكر وهي فقره اتعهد بفقره اتعهد انطوان سرياني كمرشح عن دائره بيروت الاولى وايضا استاذ زياد ابي شاكر بدي اطلب منكم بدي بلش مع استاذ انطوان سرياني يتفضل قدام كاميرته ويتوجه تفضل بتوجه ب 60 ثانيه إلى الناخبين في دائرة بيروت الأولى وقل لهم أنا أنطوان سرياني أتعهد أن أنا أنطوان سرياني أتعهد أن أتقدم بكل مشاريع القوانين اللي بتسهل حياتكم ولسيما المكننة إدخال المكننة على كل إدارات الدولة والوزارات يلي بتوقف قسم كبير من الفساد يلي مستشري ويلي صار شغلة ما بقى أي مواطن يحملها وحتى ما بقى إنه يصير في تواصل مباشر بين المواطن وبين أي موظف بأي إدارة ويقدر يعمل كل معاملاته بالطريقة ما هو قاعد من بيته وهو عم يشغل من دون أي تواصل وهذا بيحد كتير من الفساد شكرا لك استاذ انطوان سرياني على مشاركتك بدايه وعلى ما تعهدت به بدي اطلب من استاذ زياد ابي شاكر ايضا تفضل قدام كاميرتك ب 60 ثانيه لو سمحت توجه الى الناخبين بدائره بيروت الاولى وقل لهم انا زياد ابي شاكر اتعهد ان انا زياد ابي شاكر اتعهد ان ما اسرقكم ولاحق كل واحد مد ايده على المال العام كما اتعهد انه رح اشتغل بكل ما أتيت من قوة لحتى نرجع ننهض بالمدينة وننهض بالبلد